وأما الآن مع قصيدة ترحيبية يلقيها الشاعر مسفر بن عويض الشلول. يا الله أني طالب رضاك في كل الأمور، يا ولي العرش منزل تبارك والنبى، ادفع الأشرار عنا على مر الدهور، ومن بغادر رسالة يحذر ويهبى، من بعدها مرحبا من ضمير ومن شعور، بالضيوف اللي لفونا ولبوا للندى، مرحبا وعداد ما بان فلا فاق نور، مثل نور سهيل لا بان فارض الدجى، مرحبا وعداد ما بان فلا فاق نور، مثل نور سهيل لا بان فارض الدجى، ضيفنا يلقى الكرامة وفرحات الصدور، وبن خولان يجينا ويقلب من شدة، ولا حضرتنا من أجل القصايد والشطور، ما حضرت إلا مبارك ونمشي في القدة، التهاني ما تكفي لو من الأسطور، يستحق الحفل رجل على القمة بدا، التهاني ما تكفي لو من الأسطور، يستحق الحفل رجل على القمة بدا، مثله محمد عشاه يتهنى بالشرور، يسلك دروب الرجولة ويطمع للعلا، من بني عميها للعرف وطوال الشبور، ريف للصاحب وذنب العروس العدا، من بني عميها للعرف وطوال الشبور، ريف للصاحب وذنب على روس العدا، والشلا واعز وتيدودهم في ربعي فخور، أهل سيف يردع الخصم مسقول الشبا، والشلا واعز وتيدودهم في ربعي فخور، أهل سيف يردع الخصم مسقول الشبا، كم عدو بعد ضرباتنا نزل القبور، والمنية من إيدانا عشا مدري غدا، والخوالع تيبة اللي مثل موج البحور، من يغوص البحر ما ظن يلحق له مدى، والخوالع تيبة اللي مثل موج البحور، من يغوص البحر ما ظن يلحق له مدى، القصور اللي تذرير يا قال وقصور، يا من بها الضيف والجار ما يلقى ردى، والختام بذكر رب البشر رب الغفور، نطلبه في العفو والستر ودروب الهدى. سلامتك. وأما الآن مع قصيدة للشاعر محمد بن عواض بن دغش الشلوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، مبروك الرتبة يا أبو سعد تستاهل، يا هاجسي شغل تفاكيرك وعطني ما ندر، من البيوت اللي تشرفني اللي غنيتها، فالماقف القصام مالي عن بني عمي عذر، اللي دعتني عزوتي وقت اللوازم جيتها، سلام يا قوم لهم في صدورنا عز وقدر، تسليمت من صادق إحساسي لكم عديتها، ومبروك يا محمد سعد مسفر وأنا كلي فخر، يا حي والله عزوة فوق النوايف صيتها، الله يبيض وجهك ويحميك من شر القدر، نارك على الطالة وكسب الأولى شبيتها، وهذه ترى ما هي غريبة منك يا وافي الشبر، تسلم يمين بلوها والمرجلة مديتها، ربعك بني قنثل لهم تاريخ في القمة شهر، وانت كفو بين الرجال أخذتها وعطيتها، ربعك بني قنثل لهم تاريخ في القمة شهر، وانت كفو بين الرجال أخذتها وعطيتها، اللي ذكرت أفعالهم يشوش راسي من سطر، بالمرجلة والطيب والناموس عامر بيتها، رجالهم وقت اللقاء يقدم على الموت الحمر، هذه حقيقة والحقيقة واضحة مخفيتها، رجالهم وقت اللقاء يقدم على الموت الحمر، هذه حقيقة والحقيقة واضحة مخفيتها، إعلامهم دايم على العليا تبشر بالنصر،
ومهما كتبت من البيوت النادرة ما وفيتها. سلامتكم. وأما الآن مع قصيدة للشاعر عويض بن مسفر الشلوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، والله يمسيكم بالخير ويحييكم. سلام في الحفلة اللي نورها شاع، تسليم ريحها عنبر وكادي. سلام تسليم طب يبرى الأوجاع، والمنطقة هادية والجو هادي. يا أبو محمد سلمت الجهد مضاع، زرعت والزرع يقفاها الحصادي. وانجبت حر يسر بكل الأرواع، عليه من بعد خالك اعتمادي. ومبروك لك يا محمد جمع ووزاع، اعداد ما هب نسناس البرادي. اعداد وابن مسيله سيل القاع، العشب عقبه كسا كل الحمادي. يا ناس العود اللي ضاقنا الاسناع، يا ناس العود اللي ضاقنا الاسناع، يثني ورا البل يا نادى المنادي. يا ناس العود اللي ضاقنا الاسناع، يثني ورا البل يا نادى المنادي. جدي ولهم عنجوم الجدي مطلع، ابعيد عن نجمكم يا اهل الدوادي. وخوالك عتيب هاللي من قال ما عليش يا الربع، والله اني ضيعت القصيده. سلام في الحفله اللي نورها شاع، تسليم الريحه عنبر وكادي. سلام تسليم طب يبرى الاوجاع، والمنطقه هاديه والجو هادي. يا ابو محمد سلمت الجهد مضاع، مبروك والزرع يقفاها الحصادي. انجبت حر يسد بكل الارواع، عليه من بعد خالك اعتمادي. ومبروك لك يا محمد جمع ووزاع، واعداد ما هب نسناس البرادي. اعداد وابل مخيله سيل القاع، العشب بعده كسا كل الحمادي. يا ناس العود اللي ضاقنا الاسناع، يثني ورا يا ناس العود اللي ضاقنا الاسناع، يفتك تال الركاب من المعادي. بمسلب ونجلسه في مكان الحق سماع، يقصر قصيل الجمد وقت الهدادي. ويا محمد انت خوالك باعهم باع، سموا عتيبه يا نادى المنادي. قوم لهم في سلام المجد مرباع، غصب عن اللي يحبون العنادي. واعداد عدوهم دائما خايف ومرتاع، يحداه من يمهم للخوف حادي. حنا الشلاوى اللي ضاقن الاسناع، عدونا دقلاتنا وصيف بارقهنا، اللي انتظر ما سيل كل وادي. اللي ركبنا على عجلات الاسناع، تمن بن العرب مقرعه التوادي. والسلام عليكم. وأما الآن مع قصيدة للشاعر نائف بن خلال الله شلوي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مجيب الدعوة يا رقيب
احفظ الدولة واعز الامم. يا هجوسي عسكري عسكري لين يرضى كل خشم في نيس. يا هجوسي وش نريد ونبع غير معنى في بيوت حكومة لا شعبنا الخيل في شعبنا. يا مجيب الدعاوى يا رقيب احفظ الدولة وعز الامام. يا هجوسي عسكري عسكري لين يرضى كل خشم في نيس. يا هجوسي وش نريد ونبع غير معنى في بيوت حكومة لا شعبنا الخيل في شعبنا. يا لا 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 يا لا 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 بارك الله بك ولك يا رقيب وارجع والتوفيق ولا الامام. يا محمد عسكري عسكري دامت الافراح يا بن فنيس. كل طيب وله صيت ونبع وانت رجل من رجال الحكومة نفتخر فيكم وفي شعبنا. سلامتك. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، الآن تسليم الهدايا المقدمة للمحتفى به محمد بن سعد الشلوي وهي عبارة عن هدية عن درع تذكاري مقدم من عايض بن غصاب الشلوي وأبناه. مجموعة هدايا مقدمة من مقبل بن منير بن سعدون الشلوي وأبنائه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سكرت منصور بن حمد الحرس ناصر بن سعود وحماد بن سرايس. هدية رمزية لأبو محمد عبارة عن بشت ويستاهل أطيب منها، حقت محبة مودة. هدية مقدمة من خالد مقبل لأخوه محمد عبارة عن الشيوخ، وهدية ثانية مقدمة من طلال وإبراهيم لأخوهم محمد. الله يحييكم ويحييكم، أرجو قبولها والمعذرة على القصور. معذورين، الله يحييكم. وأنتم تستاهلون هذه هدية رمزية. بيض الله وجهكم، أنتم أهل الوافية. عليكم زوج. أنتم أهل الوافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هدية عبارة عن سيف مقدم من منصور بن حمد الحارثي وناصر بن سعود الحارثي وحماد بن سريان الحارثي.
سلمت الله لا يهينك الله لا يهينك الله لا يهينكم يحييكم هدية رمزية فيها قران من أخوك من إخوانك لك الله يحييكم الله يحييكم له أنتم له المستمعين أنا أبجل إنهم يحبكم أنتم لكم حق جميل أنت مال الواقع حال الواقع الله يحييكم الله يوفقك يا مرحبا الله يحييكم على طول شيخ هذه هديه تستاهل انت بيض الله وجهك والله تستاهل اكثر والمعذره والله الله يحييكم معذوري معذوري والله يحييكم مرحبا تفضلوا هديه عباره عن سيف ودرع وبشت مقدم من عويض بن مسفر شلوي وابناه هدية خاصة من محمد الحارثي زميل محمد سعد شلون أبشر 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 هدايا مجموعة هدايا مقدمة من زملاء محمد بن سعد الشلوي فليتقدموا بتقديمها مساكم الله بالخير يا الربع هذا احنا زملاء خوينا ورفيقنا وصديقنا محمد بن سعد الشلوي زملاء في الجامعة وعز من خوة وعز من رفقة وجعلك سلوم يا محمد أنت وأبوك لحيث غانمة كلكم وعز الله أن عقب عقب وراه رياجيل هذا درع تذكاري مقدم لك يا محمد وهذا طيب تستاهل الطيب وهذا بشت لك وهذا بشت أيضا لأبوك وجهك أبيض إن شاء الله وإن كان في قصور فأنتم إن شاء الله أنكم تعذرونا إن شاء الله وهذه هدية رمزية والله وأنا تستاهل أكثر الله يبارك فيكم إن شاء الله الله يسلمكم إن شاء الله الله يهديكم أحبائي هدية عبارة عن بشت مقدم لسعد بن مسفر الشلوي وخنجر مقدم لمحمد بن سعد الشلوي مقدم من حمد بن غازي الشلوي وأبناء سلمت أبو فهد الله لا يهديك الله سلم فسي الله لا يهديك هدية عبارة عن مبلغ مالي مقدمة من سعيد بن فنيس الشلوي وأولاده هدية عبارة عن درع مقدمة من سعد بن عواض الشلوي هدية عبارة عن درع تذكاري مقدم من خيل الله بن غازي الشلوي وأبناءه هدية عبارة عن سيف ومبلغ مالي لمحمد بن سعد الشلوي واثنين بشت لسعد بن مسفر الشلوي ووالده مقدمة من عايض بن سعد بن دغش الشلوي وأبناءه أبشر خلاص
هدية عبارة عن سيف ومبلغ مالي مقدم من عايض بن عويض الشلوي وأبنائه. هدية عبارة عن سيف مقدم من عبد الله بن ظافر الشلوي. هدية عبارة عن سيف وبشت ومجموعة عود لسعد بن مسفر الشلوي، وسيف وبشت ومبلغ مالي لمحمد بن سعد الشلوي، وبشت لمسفر بن فنيس الشلوي، وبشت لسعيد بن فنيس الشلوي، مقدمة من ذوي الزعار وخضران بن دغش الشلوي. هدية عبارة عن سيف مقدم من عبد الله بن خضران الشلوي لزميله محمد سعد الشلوي. هدية عبارة عن سيفين وأربعة بشوت مقدمة من حمود بن سفر الشلوي وسعد بن سفر الشلوي وعايض بن سفر الشلوي ومحمد بن سفر الشلوي وأولادهم وسعد بن عايض بن مسفر الشلوي. هدية رمزية من عند وسفر وسعد بن مسفر بن حماد. سيفين وأربعة بشوت، سيف المسفر بن فنيس وبشت لسعيد بن فنيس وسيف وثلاثة بشوت لسعد بن مسفر وابنه الله يوفقه. من يقول الله يجزاك خير، من يقول الله يجزاك خير، أنت من الواضية. هدية عبارة عن سيف وبشت للمحتفى به، وسيف وبشت لوالد المحتفى به، وبشت لجد المحتفى به من خامس الدخانين يقدمها نيابة عنهم مطر بن سعيد الشلوي. ايش هدية لزملاء محمد بن سعد الشلوي فليتفضلوا بتقديمها. هدية
عبارة عن بندق نيمس مقدمة من راشد بن سفر الشلوي وأخوانه وأولاده. هدية عبارة عن سيف مقدم من سعود بن سعد الشلوي وأولاده. هدية عبارة عن بشت مقدم من سفر بن حبنان الشلوي. هدية عبارة عن سيف وجنبية مقدمة من عواض بن هميل الشلوي وأبنائه. هدية عبارة عن سيف لمحمد بن سعد الشلوي وبشت لمسفر بن فنيس الشلوي وبشت لسعد بن مسفر الشلوي مقدمة من بارك بن عيضة الشلوي وأولاده. حضورنا الكريم في مثل هذه المناسبات يكون للشعر حضور ويكون له وقفة جميلة ومتميزة، وفي هذا المساء نتشرف بوجود كوكبة جميلة من الشعراء وهم نجوم في مجال الشعر يشرفون هذا الحفل وسيكونون معنا في هذه الأمسية لينثروا إبداعاتهم وقصائدهم. إذن نرحب بالشاعر حويض بن مسفر الشلوي، كما نرحب بالشاعر عويض بن عايض الشلوي، وأيضا نرحب بالشاعر عيد بن محسن الشلوي. فمرحبا بكم أيها الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نبدأ بذكر اللي منع عبده من السيات، بسط أرضه وحط أرزاق عبده في مناكبها، جليل الملك راعي الملك محصل فلك في الغبات، بيد أرزاق عبده عن عباده ما يشحبها. إلهي نقتدي في نورك اللي يكشف الظلمات، ونطلب كل رضا عنا وحالتنا تروف بها، وترحمنا ليامتنا وحطونا مع الأموات، مع الأموات والأموات ما اشتالت مزاهبها، مزاهبها العمل والفعل والتصديق والكلمات. عسى ربي عباده بالخطايا ما يحاسبها، على متن الصراط الله ينجينا من الطيحات، عسانا جنة الفردوس يا ربي نفوز بها. بقدم لي نصيحة والنصيحة تنشر بالذات، أقدمها لكل الناس حاضرها وغايبها، الأولى لا تقصر في الصلاة بسائر الأوقات، ترى مالك نجاة في نهار الحشر غاربها، وزك المال لا كمل انصابه وترك اللفات، ترى ما تنفعك أموالك اللي كنت حاسبها،
وصم شهر رمضان وكبر الله غافر الزلات، وزكاة الفطر عم محتاجنا لها لا تجنبها، وحج البيت واحرم يا هداك الله من الميقات، ترى من ضمن نسكك لازم الكعبة تطوف بها، وترى للوالدين حقوق كانوا حي ولا اموات، حقوق الوالدين الله يسيب من يسيبها، ودور لك صديق ينفعك في حزة الشدات، وبعض الناس ما تنفعك حتى لو تصاحبها، وختمها بذكر الله، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألك طلعة حلوة.